السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاءنا في الفيديو رقم 104 في قناة عالم الهندسة المدنية سيفل انجينيرينج وورلد. والفيديو ده هيكون استكمال للفيديوهات السابقة، وكنا تكلمنا فيها عن يعني شدة الحوائط العالية اللي هو مثلا ممكن 6 متر 7 متر، وكنا محتاجين نصبها مرة واحدة. وفي أحد الأنظمة اللي اتكلمنا عليها اللي هي الستيل وولر بيم، طبعا ده كان بالنسبة للحوائط المستقيمة. ده هنبدأ في شكل الحوائط الدائرية أو الكيرفت وول، وده طبعا النظام اسمه فاري فورم ورك، وهو طبعا من شركة منار العمران. وزي ما انت شايف ده يعتبر شكل إجمالي كده لحين التعرض له بالتفصيل فيما بعد. ده بس النموذج ان شاء الله اللي هنتعرض له فيما بعد. زي ما انت شايف كان في عندنا خزان دائري في احد المحطات السعودية في المملكة السعودية، وكان يمكن خزان دائري زي ما انت شايف قطره تقريبا حوالي قول 15 متر من نص القطر اللي هنا، وفي برضك خزان او حوائط داخلية نص القطر اللي موجود ليها حوالي 5 متر تقريبا. وبرضك هنا زي ما انت شايف يمكن تقريبا ارتفاع الحوائط كان 6 متر و19 سنتي، وكنا بنصبها مرة واحدة. ان شاء الله بس الفيديو ده زي ما عملنا في الحوائط المستقيمة او الستيل وولر فورم وورك، اتكلمنا بس عن يعني قراءة سريعة كده في الفورم وورك او نظام الفورم وورك من شركة او من كتالوج الشركة. هنا ده الـ Very Formwork System Overview. زي ما انت شايف One Access Bracket، طبعا اتكلمنا عن ان البراكت ده بيكون ليه حركة تسهيل حركة العمال. اتنين الـ Lifting Eye. هنا Lifting Eye طبعا قلنا انه غالبا نظام الـ Formwork ده بيثبت او بيتجمع بره في مكان معين، وبعد كده بيشال وبيتنزل مرة واحدة بحيث انه ما بيتركبش عند الحوائط، لا بيتركب في بره، فبتشيله من خلال ليفتنج اي او اي مكان، يعني مكان الرفع ان انت تقدر تشيل منه الجزء بتاع الشتة ده. تلاتة اوبن ويب سولجر. زي ما انت شايف ده في زي كاميرا حديد كده متثبتة ورا عصب اللي ماسك البلاي الواحد بلاي وود. اربعة فور فاري فورم ورك ترني باكل. زي ما انت شايف اربعة هنا ترن باكل، ده زي العزم او المنطقة الدراع اللي تقدر منه تحدد الدوران اللي بالنسبة للحيطة. خمسة فاري ايج انجل، بيكون في طبعا عند الكورنرات او تقاطع حيطة او كده او نهايتها بيكون في نوع للتقاطع ده بيكون مع بعضه. ستة التلت ابشار طبعا كنا اتكلمنا عليها اللي هي الجاكات المائلة ديت. سبعة تكون دبل بيس بليد طبعا اللي بتثبت فيه الارضية. تمانية الواح البلاي وود والطيور. ده برضو في نفس الفكرة الاكسس براكت طبعا ليفتنج اي اوبن ويب سولجر فاري ترن باكل فاري ايدج انجل تلت ابشار دبل بيس بليد بلاي وود تايرود نفس الفكرة. هنا ده يمكن الكومبوننت او مكونات الشدة. زي ما انت شايف هنا vary through section، في section زي ما انت شايف تقريبا بالشكل ده، ده اللي بيثبت فيه البلاي وود مباشرة، بيثبت عن طريق الفتحات اللي انت شايفها في على الاتجاه ده. زي ما انت شايف it's connected to play wood using counter sunk bolt. انت شايف البولت ده يعتبر اللي هو الكاونتر سانك بولت، بولت بالشكل ده وبيثبت فيه البلاي وود وما بين الجزء الحديد ده. connected to vary turnbuckle at position of throw section. طبعا ده هنا الدراع اللي هو الدوران، ومثبت هنا برضك يعني هو مثبت في البلاي وود ومثبت في السولجر او الكاميرا الحديد اللي مثبته ورا هنا. تيوبس باي ريفيت بن، في بس بن كده او زي مسمار بيثبت فيها برضك علشان تثبتوا ببعض. vary through section and play wood relation.
زي ما انت شايف ذا بلاي وود كونكت وذ ثرو سكشن وذ كاونتر سانك بولت. طبعا المسامير اللي قلنا عليها ذا ثرو سكشن هايتس ار ديزايند ريلاتيف تو ذا بلاي وود دايمنشن ذس جيف هاي يوزج بيرفورمانس فور بلاي وود. طبعا في علاقة بين السكشن اللي بيتكلم عليه والوح البلاي وود اللي بيتكلم يعني اللي بيثبت فيه. طبعا كل جزء بلاي وود وابعاده والواح البلاي وود طبعا كل ده بيكون له في التصميم او الديزاين شيت. يعني مش عايزين ندخل فيها في تفصيل ممل قد يكون ليس يعني ما فيش منه فايده ان احنا ندخل في التفصيل. احنا بس بندي بنحاول ندي فكره عامه. هنا الاوبن ويب سولجر زي ما انت شايف هنا الكاميرا الحديد اللي مثبته هنا ديت زي ما انت شايف هي اللي بتثبت او ماسكه العصب اللي ماسك فيه البليود. وده زي ما انت شايف كاميرتين زي ما انت شايفهم بالشكل ده او سكشن فيهم يعني connected to vary through section. طبعا ده اللي مثبت في البليود by rivet pin or and spring clip at position of tubes used for bearing of counter plate or washer nut. ده الجزء الثالث اللي هو الفاري تيرن باكل. ده زي ما انت شايف الدراع الدوران اللي انت زي ما انت شايف من هنا بيقدر يلفه وبيحدد درجة الكيرفيتشر بالنسبة لي بالنسبة للبليود او على حسب قطر الدوران اللي موجود عندك بالنسبة للحائط. use for adjusting the panel with desired radius curvature طبعا على حسب الكيرفيتشر اللي انت عايزه ومحتاجه. هنا tilt up شور او البوش بول بروبس طبعا زي ما قلنا ان هو دولت الجاكات اللي بتستخدمها على المايل لمقاومة احمال الرياح وبحيث ان انت برضك هنا هتظبط الفيرتيكاليتي بتاع الحوائط. هنا تلت ابشور allow to have formwork perfectly vertical and can reach up to 4.8 wall formwork height طبعا توصل لارتفاع ده. واما حاجة انت بتقدر تحقق منها الفيرتيكاليتي بالنسبة للهايت وكذلك بالنسبة للبوش اب البوش بول. هنا الفاري ايج انجل بس دي تفصيلة بسيطة بحيث ان انت بيكون عندك في نهاية الحائط هنا بتحاول تثبت جزء مخصوص لان المنطقة دي ضعيفة فبيكون جزء لها مخصوص. use for connecting two panels together بيكون عندك بانيلين مع بعض فعايز تجمعهم زي ما انت شايف هنا بالشكل ده فبتقدر ديت في الزاوية كده. نكون يعني يعتبر بس وصلنا للجزء الاول ان شاء الله بس بيكون في جزء لاحق باقي التفاصيل بالنسبة للفورم ورك من الكتالوج. وان شاء الله في الفيديو اللي بعدها يعني زي ما انت شايف يعني تعتبر ديت شكل المكونات ولكن بس هنتكلم عن صور من التنفيذ في الموقع اللي احنا نفذنا فيه الحائط باستخدام النوع ده من الفورم ورك او الفاري فورم ورك. ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم مع الجزء الثاني من كتالوج الشركة او اطلاع بس سريع كده على مكونات الشد. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.